عليك اليوم في افتتاح الجي سي سي. عزيزتي عينيك لهالوين. كيفاش لقيت اجواء الريد كاربت وشنو تقول بمناسبه افتتاح ايام كارتاج سينمائي؟ سامحني كيفاش لقيت اليوم اجواء الريد كاربت وشنو تقول بمناسبه افتتاحها؟ محلاها معناها هو عرس سينمائي فما برشا تنظيم سورتو في الدخله معناها سيكوريزي سيكوريتي تحسها اقوى من قبل و سي تري نورمال في لاتونتا اللي صارت. فوالا ان شاء الله الافلام تكون مزيانه، ان شاء الله الدوره تتعدى سلامات يا ربي وربي بعدنا على الارهاب وان شاء الله بالثقافه نتغلبوا عليه. يعيش. المخرج اللبناني نديم حبيقه مرحبا بك في تونس وفي افتتاح ايام كارتاج سينمائيه، كيفاش في البدايه لقيت اجواء الافتتاح واجواء الريد كاربت؟ روعه، يعني اول مره بكون بمهرجان هيدا الجو تبعه، كثير محترف، كثير الصحافه مهتمه، العالم مهتمه، في حضور لشخصيات بارزه بعالم السينما، لا شعور جدا جميل وهو فخر لإلي انه انا بعدني باول الكارير تبعي، واكيد هو فخر لإلي انه كنت مشارك بهذا المهرجان. انت مشارك في الجي سي سي بفيلم، لو كنت تعطينا عليه فكره. انا مشارك بفيلمي القصير، مشارك بالجي سي سي اسمه بيفور وي هيل، قبل ان نشفى بالعربي، هو فيلم قصير من 15 دقيقه من لبنان. الفيلم هيك بسطرين بيحكي عن تو اكسز، صبي وبنت بيلتقوا عند البنت من بعد اشهر وبيفوت على الحمام هو وبيعلق، وهونيك الفيلم بيصير، كل الفيلم بيصير على عتبة حمام 15 دقيقة على باب الحمام، نفهم كل قصته، نفهم الماضي تبعهم، نفهم هن وين حالتهم العاطفية صارت. أستاذ محمد القبلاوي مرحبا بك في تونس وفي افتتاح أيام كارتاج السينمائية. أهلا وسهلا، شكرا لهذه الفرصة، ألف مبروك على هذا الافتتاح، من عنوانه مبين أنه جيد ورائع، مبسوطين كثير بافتتاح كمان دار الأوبرا، شيء عظيم شيء جيد. كيفاش لقيت أجواء الريد كاربت اليوم؟ ممتاز، شيء جديد، أنا أول مرة في مهرجان قرطاج، شيء رائع وجميل، مبين مدروس بكل تفاصيل، توزيع الميديا بكل الكاميرات، الاستقبال، موضوع النقل، يعني 100%. اليوم افتتاح عرض سينمائي كبير في تونس، شنو تقول بالمناسبة هذه؟ ألف مبروك لتونس، ألف مبروك للجمهور التونسي العظيم اللي نحن بنسمع دائما أنه هو بيكون في كل العروض السينمائية الموجودة. مهرجان قرطاج مشهور بجماهيرية الحضور وجماهيرية الدعم لكل ما هو جديد في مهرجان قرطاج. مبروك للقائمين على هذا المهرجان، المهرجان أنا يعني أنا متابع من بعيد ولكن يتطور سنة بعد سنة، اليوم أنا إلي الحظ الكبير والوافر بإني أحضر أول افتتاح في دار الأوبرا وهذا شرف كبير إلي ما راح أنساه أبدا. وسهلا فيكم وشكرا على الدعوة وشكرا أنه شفتك أنت مرة ثانية. شو كيفاش رأيت الأجواء متاع حفل الافتتاح الجي سي سي وشنو تقول بالمناسبة هذه؟ قبل الافتتاح انا فرح انه شاف المدينه، شوف تونس يعني بلدي اللي ما زرته سابقا وفرحان بالمدينه بجمالها باهلها بالناس اللي موجودين، الاشياء من بوادرها من اولياتها، الشيء جميل الافتتاح وما زلنا في البدايه لكن حسن الاستقبال وحسن الضيافه رائع جدا. اليوم عرس سينمائي كبير في تونس، شلون تقول بالمناسبه؟ والله انا اتمنى للتونس وللسينما التونسيه والسينما العربيه والعالميه بشكل عام ان تزدهر وهذه المهرجانات تحقيق تعمل الفه بين السينمائيين العرب على الاقل، نلتقي انا كناقد وكنقاد كباحثين كمخرجين نلتقي نتحدث عن السينما كيفيه تطويرها كيفيه مقاومه الوضع البائس اللي تمر به بعض البلدان العربيه، لان السينما هي اداه للمقاومه، اداه للتثقيف، اداه لكل شيء. شكرا لك، شكرا شكرا لك. استاذ انتشال التميمي مرحبا بك، مدير مهرجان الجونه، مرحبا بك في تونس وفي افتتاح ايام كارتاج السينمائيه، شنو تقول بالمناسبه هذه اليوم في الافتتاح؟ يعني انا بالنسبه لي قرطاج السينمائي هو شيء قريب بالنسبه لي، انا صار لي تقريبا هذه الدوره العاشره اللي احضره، مواصل على حضور لانه اعتبر انه هذا المكان اللي الواحد يبحث فيه عن السينما العربيه والافريقيه، هذا التزاوج العظيم، هو اول مهرجان بالمنطقه العربيه، اول مهرجان بالمنطقه الافريقيه بحد ذاته، هذا كله يشكل بالنسبه لنا اشعاع كنا بالمنطقه، اضافه لذلك تونس نفسها هي مهمه بالنسبه لنا، يعني احنا انا مو انظر فقط لدور السينما التونسيه بالسنوات الاخيره او حتى السابقه باعتبارها حاليا هي السينما الخلاقه بالمنطقه العربيه، مو فقط كرة القدم وإنما أيضا السينما، لكن أيضا احنا نعرف أنه أول صندوق دعم بالمنطقة العربية كان في تونس وعقبته بعدين المغرب، وبالتالي احنا بدنا نتعلم من تونس
احنا بالنسبه لي يعني كمدير مهرجان اجي هنا التقي بزملائي، التقي بالسينمائيين، اشوف الافلام الجديده بالاخص الافريقيه والعربيه، وبالتالي انا بالنسبه لنا هذا يعني شيء مفرح وجميل، وخاصه يكون في لاول مره في قصه الثقافه، لانه انا اعتبر هذا عتبه جديده بالنسبه لمهرجان قرطاج. كيفاش لقيت اجواء الريد كاربت اليوم؟ والله حلوه كثير، يعني مفاجئه في الحقيقه، يعني كل مره كانت بسيطه، رغم كون يعني شارع بوقيبة إلى طعم الخاص يمكن ما يعوضها حتى أي قصر، لكن إحنا لازم نمشي على الأشياء الحديثة، وتكون هناك عروض في سينما مناسبة وبمكان مناسب، يعني حتى لو افتقدنا أجواء هذا الشارع، رغم أنه إحنا موجودين بالشارع بكل مكان، فالحمد لله كل أمور ماشي. مروة، اليوم افتتاح جي سي سي، كيفاش لقيت أجواء الريد كاربت وأجواء الافتتاح ان جينيرال؟ والله انا جو كونسيدير المهرجان ايام قرطاج السينمائيه هو عرس لكل فنان حر تونسي، يعني ومن منبر هذا نعمل نداء لكل فنان حر انه لازم يحضر المهرجان هذا، على خاطر هذا المهرجان لكل فنان في كل بلاد، دونك ماذا به يجي، وهذا عرس يعني باش نلموا بعضنا باش نفرحوا فرحه كبيره، دونك هوني نجموا نحاربوا الارهاب ونحاربوا الظالمين بالفن بالثقافة بالوعي بالفكر التنويري، يعني نقول لهم الكل مرحبا بكم، وراني فرحانة برشا اليوم حضرت، وبالله ما عادش تغشروا وأحضروا وخليونا مثل الحكاية هذوكم يعني، ومرحبا بكم. عندك فيلم مشارك في الجي سي سي، كي تعطينا عليه فكرة؟ عندي فيلم مع سي فضل الجزيري اسمه جيرة، هو الدور بتاعي شخصية مركبة غامضة، شخصية تحكي على تطرف يستعملوا الدين الإسلام اللي حاولوا يمصفوا دين الإسلام، يعني هو فيلم توعوي تثقيفي الرأي العام، مش يشوفوا الشخصيات هذه من زاوية أخرى، يعني أندغي نعملوا زوم عليهم على التركيبة بتاعهم على التكوين بتاعهم شكونهم هما باش نجموا نعرفوهم ونعرفوا كيفاش نحاربوهم، هذا مهم برشا الوعي الببليك ان جنرال.